وبالضبط بحي من الأحياء الشعبية، أو ربما دوار من الأضواء من دواوير المدينة العميقة مدينة المحمدية. للأسف الشديد وحنا كنتجولوا في هاد الدوار كنشوفوا أن السكن كله سكن عشوائي، برارك حاشا سامعين القواداس، يعني قدام ديور قدام البيبان. لكن المثير في الأمر في هاد الدوار هذا هو تواجد واحد السيدة أرملة. هاد السيدة أرملة عندها 4 ديال البنيتات، توفى الزوج المعيل الوحيد من بعد الله سبحانه وتعالى، بقات وحيدة من هالبناتها، عندها بنيتات صغار، يعني ماشي من دوك البنات اللي غتقدر مثلا تخرج تمشي تخدم وتخليهم في الدار، اولا غيقابلوا نفوسهم، الا ما قابلتهمش هي ممكن توقع شي كارثه. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى على اننا ما نوصلوش للكوارث، لان الكارثه اللي كتعيشها هاد السيده هذه كافيه باش ما نزيدوش كوارث اخرى. هاد السيده هذه ملي توفى الزوج ديالها وهي لا معيله لها، كتقاتل مع الزمان، مره تخدم 100 درهم، مره ما تجيب لك 100 درهم. الحمد لله عندها واحد السكينه، ولكن هي ماشي شي سكنه لائقه بالنفس البشريه، بالعكس هو هذاك السكن في حد ذاته ضرر، سكن عشوائي، قصدير، طوبه، فيران، حشرات، عده اشياء. قدر الله ما شاء فعل. الاخت ديالنا الارمله كتقاسي الامرين، مع بنيتات صغار، مع مجتمع لا يرحم، مع الظروف لا ترحم، زادتنا جائحه كورونا وكل شيء سد بابه، ولكن الله بابه مفتوح. ما نطولوش على الساده المشاهدين، وغادي نرويو القصه من عند صاحبه القصه، وتسمعوا القصه من بعد وفاه الزوج وبقاء الأرملة وجها لوجه مع الزمن. السلام عليكم. الاسم؟ سميتي أمل أخويا. لا أمل. نعم. اتصلتي بالصحافة؟ إيه أخويا. يعني ما وصلتي لهذه الدرجة ديال الصحافة إلا وصلت للعدم. نقولها بهذه العبارة هذه، نهضروا بالدارجة، نوضحوا للناس شنو كنعيشوه. هاد الأرملة هذه راه ما صداش لا عندنا لله في سبيل الله، ولكن لحقت العظم. منين عود الانسان يفيق في الصباح وما يقدرش يفيق ولاده باش ياكلوا ويشربوا، اولا خوفا انهم يطلبوا منه الماكله ويشربوا وما عنده ما يعطيه، كيقول اللهم خليه ناعس. لا حول ولا قوه الا بالله. المغرب العميق. لالا امل. نعم. انت يا لالا امل كنتي مزوجه، الراجل كان خدام على الوليدات، الوليدات ديالك كانوا عايشين بخير وعلى خير، كنتوا ساكنين سكن لائق بخير وعلى خير. توفى الزوج، اشنو وقع؟ توفى خويا الزوج ديالي، ما بقاش، ما لقيتش باش نخلص الكره، لان كان غير كاري ليا. اضطريت اني نبيع دوك الحوايج اللي كانوا عندي، الفراش، الثلاجه، يعني التلفازه، بعد داك الشيء، وجيت لهذيك العشه فين كان خدام هو، فين كان كيبيع الخضره ويشري. جيت صلحتها بدوك الفلوس اللي بعت بها، صلحتها، درت واحد الطواليط و خرجت القادوس لبرا حاشاكم صافي. في هذا المكان، في هذا المكان، يعني هذا المكان كنديرو هو غير البيع والشراء، كنديرو غير البيع والشراء. الله يرحمه. كندير غير البيع والشراء انا، حيت ما عنديش باش نخلص الكرا، 4 البنات ولا معين سوى الله سبحانه وتعالى، ما غاديش نقدر على مسؤوليه الكرا ومسؤوليه نهز الوليدات، وداك الشيء غيجيني الحال صعيب، ما قدرتش. فاضطريت اني نهز بنياتي وجيت هنايا الصراحه، يعني واخا لالا امل. نعم. اش من عام توفى الزوج ديالك؟ دابا عام اخويا، توفى لي الزوج ديالي في شهر جوج. دابا كمل شهر جوج 2021 توفى الزوج. دابا اضطريتي على انك تخوي المحل ديال السكن اللي انت كنتي فيه كارياه. كنت كارياه، ما عنديش باش نخلص الكرا، ما عنديش، يعني الا بقيت كارياه راه ما شكون هو اللي غيقبلني يخليني كارياه فابور، ما يمكنش، ضروري خاصني نخلص. وكنت كارياه. بعتي حويجاتك، بعتي كل ما كتملكي، وجيتي للعشه اللي كان كيبيع مشري فيها راجلك. كل شيء بعته، كل شيء، ما خليت حتى شي حاجه، يعني شي حاجه بسيطه باش كنخدم صافي،
كل شيء بعته. ما فكرتي زعما تحيي ديك البيعه والشريه ديال الزوج ديالك وتبيعي في بلاصتو وتشري؟ خويا فكرت قلت ندير الخضره انا ونبيع ونشري وندير كيف كان كيدير المرحوم حتى هو. مني درت ما عرفتش الميزان وكان كيمشي ليا النص في الخسران، وكان داك راس المال اللي كنت خدامه به يعني كل نهار كيمشي منه، ما كنعرفش الميزان. راس المال باش يفهموا الساده المشاهدين ماشي خليها لك الزوج، هذا غير حويجاتك بعتيهم. لا غير حويج بعتهم، نهار توفى الزوج ديالي ما خلاش ليا درهم الله يرحمه، كان داك الشيء اللي كيجيبو يلاه كناكلو كيخلص لك، راك عارف خدار يعني على قد الحال، ماشي زعما عنده شي ماندا ولا خلى شي لاكيس ولا. انا من نهاري صبحت الله كريم، ولكن اللهم لك الحمد ان الله سبحانه وتعالى بعد دوك الحويجات اللي كنكساب وداك الفريش اللي كان عندي وداك الشيء تقريبا كلشي شي 90000 ريال. لا اله شي 90000 ريال وما عادش وما راه مشريين بكثر وما راه مشريين بكثر، ولكن انا اضطريت الثلاجه بعتها ب 6000 ريال. لا حول ولا قوة قسما بالله خويا، الا الثلاجه بعتها ب 6000 ريال كنقول انا يعني عام مهم نلقى باش فين نسكن وندير. ودرت واحد يعني واحد محاوله، درت حويطات ودرت طواليت سديت الباب ديال الحديد. كانت بحال هكا، كانت غير قصدير، كانت كلها غير قصدير. لا حول، كانت كلها غير قصدير، درت الحيط، درت سميتو الطواليت تركبتها حيت ما كانت عندي فيها لا طواليت لا كوزينه لا حتى شي حاجه، وانت كتشوف الكوزينه ماشي شي ما عندهاش حتى الباب، الكوزينه ما كاينش، ما عندي هو الباب ديال الطواليت، هو الباب ديال الطواليت، هو دابا يعني الا بغيتي تسدي الباب ديال الطواليت هو الباب ديال الزرقاء ديال الزرقاء. اه الا ما كانش زعما الا كان عندي الزيد ولا شي واحد زعما من الجيران دخل ولا شي حاجه خاصني تنحل الباب ديال الزرقاء باش نسد، هذا هو اللي كاين. دابا القادو صفايد عليا برا الطواليت تبوشات، عندي غير هاد البويته اللي كتشوف كناكلو فيه كنشربو فيه كنعسو فيه، الطوبه كتبات تلعب عليا قسما بالله الا كنبات شحم خطره ولادي بقاو فايقين في الليل ما كيقدروش ينعسو، كيخافو مساكن كيخافو، لان ما في كان معايا ما نقول لي ما انت راه جريت عليها يلا صافي غير نعسو راه جريت والو ما كيفهموش، كتقول لك لا ماما راه غتجي كيسمع التخرشيش كيسمع كيتخلع. اه والله العظيم كيبات يلعب، كيبات يلعب الفرته هو كيبات يلعب معانا، ما لقيت لي جد، ما لقيت الجد ما نكذبش عليك. واخا لا لا امال، بغيت نسولك واحد السؤال شويه شخصي. العائله ديال الزوج والعائله ديالك ما كاين حتى واحد؟ شوف اخويا لا معين باش نكون صريحه معك. لا واش هما كاينين؟ كاينين اخويا ولكن لا معين، لا معين. وانا اخويا باش نكون معك صريحه يعني نكون ندوينيشان بلا ما نكذب عليك بلا ما انا ما يمكنش ليا بلاتي اخويا ما يمكنش ليا نهز ولادي ونمشي ندق على واحد الانسان يعني وعارفني انا ارمله وهاد اليتامى راه من عائلته يعني غنهز ولادي ونمشي ندق عليه نقول ليه انت اخويا راه ولادي ما عندهم ما ياكلوا، راه هو اللي خاصو يتحرك ضميره ويجي يسول عليهم باش غادي نهزهم ونمشي عندهم ونقول لهم انتوما اللي ما نقدرش. لا ما مفروضينش عليه، لا هما اصلا ما مفروضينش عليه غير وكان شوفي علاش سولت هذا السؤال؟ دائما حنا صرحاء مع الساده المشاهدين وحتى مع المحسنين وحتى مع المسؤولين باش يعرفوا هاد الناس هادو فين عايشين ومع من عايشين وكيفاش عايشين. الحاله الاجتماعيه اللي كتستدعي منا على اننا نكونوا متكافلين ما عطاتهاش هاد الفرصه. فاميلتها وفاميلت الزوج ديالها الله يرحمه حتى واحد ما كيسول. انا يتيم اخويا، اصلا الوالد ديالي متوفي، انا ما عندي حد الصراحه، يعني الخوت راه كلها راك عارف، خوت راه كلها دابا كيشوف غير راسو ووليداته وما كاينش اللي غادي يعاونك على ولادك، يعني خاصك تحملي مسؤوليتك. انا يعني انا عارفه يعني غادي يقول لك زعما كاين علاش ما كيعاونوهاش ولا علاش ما حتى واحد اخويا ما كيعاونني، عندي الله سبحانه وتعالى في ملكو الجيران بحال هكا الا كانت ربما الظروف ديالهم ما كتسمحش لهم حتى هما على قد الحال باش ما نكونش يعني كذابه، حتى هما على قد الحال، ولكن يعني شوف راه اللي كيعطي من القليل راه كيعطي حتى من الكثير، راه اللي ما يعطيش من القليل ما غيعطيش من الكثير، راه داك الشويه اللي كاين غادي نقسمو مع واحد الانسان راه فيه خير وبركه. واخا للامال بالنسبه للحاله ديالك انت ارمله، حاله الاجتماعيه ارمله. وكاين واحد الصندوق اللي دارته الدوله ديال الارامل، دفعتي ليه الوريقات؟ دفعت اخويا الوراق، دفعت في شهر 3 شهر 3 في 2021 2021 يعني جايين دابا حنا العام العام، باقا كنتسنى ما كاين والو، باقي ما كاين حتى شي حاجه، دفعت الوراق صايبت الراميد ما حيت ما كانش عندي الراميد صايبته، قالوا لي تصايب الراميد صايبته، دفعت الوراق باقي حتى شي حاجه، انا كنتسنى باقي حتى شي حاجه، كنت مشيت دفعت لواحد الجمعيه بلا ما نذكر سميتها في سميتو في القصبه،
جاو عندي مؤخرا قيدوا دخلوا عندي المحل قيدوا عطيتهم الحاله المدنيه ديك قالوا لي عطينا الكارت ديال الزواج عطيته لهم داك شهاده الوفاه قيدوا صافي ومشاو ما بقاوش جاو عندي صافي انت هادشي وتقريبا نقول لك شحال هادي راه شي 3 شهور دابا شو يزرعوا الزرع ويحصدوه ويجيبوه صافي هادشي لي ما يعني شوف باش نكون واضحه معاك البارح قسما بالله خويا الا ما فيقتش ولادي علاش صباح عندي حتى شي حاجه ما صباح عندي حتى حاجه قلت انا غادي نفيقهم غادي ينوضوا غيبغيو يفطروا كي كتنوضهم غيبغيو يفطروا الله 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 تخيلوا معايا ان ام كبدتها ما قدرش تفيق ولادها يمشيو للمدرسه ما قدرش تفيقهم خوفا من شيء واحد ماشي خوفا تخلعهم خايفه تخلع من الطلب ديالهم خايفه تخلع من يبغوا ياكلوا وما عندها ما توكلهم سمعوا خوتنا المحسنين سمعوا خوتنا المسؤولين سمعوا المشاهدين رحنا باقيين كنعيشوا الفقر المقدع فعلا حنا كنعيشوا تحت خط الفقر عندنا حالات بحال ما هكا راه الفقر قتلنا سلام معنا للامان حالة بينا والامور واضحه الطلب ديالك اشناهو الطلب ديالي اخويا كنطلب من المحسنين الناس مسؤولين يشوفوا من حالي عاش سيدنا انا كنطالب من سيدنا يشوف من حالي انا كنطالب ما باغا والو بغيت غير وليداتي تما يمشيو للمدرسه يلقاو الصباح غير نوض نطيب لهم فطورهم يجيو يلقاو غداهم هادشي اللي باغا انا خدامه كنمشي عند واحد السيده 100 درهم في السيمانه 100 درهم اخويا ما دايره ليا والو ما قدانيش السيده كتخدمي عندها عارفه الظروف ديالي وهي مسكينه كتصيفطني بكري مع 12 كتقول لي باش تلقاي وليداتك زعما باقين في المدرسه باش نجيبهم لان ما نقدرش نسمح في بناتي دريه الصغيره باقي يلاه عندها 4 سنين كي غندير نسمح في دريه عندها 4 سنين وكنسد عليها غير في الدار ونمشي نخدم يعني ما غنقدرش كنخليها ناعسه ونسد عليها وكنحاول نمشي نزرب باش نمشي كتخدمي وانت سد عليها كتبقاي مشطونه مرفوعه ما نعاودش لك اخويا ما نعاودش لك كنخدم وانا يا راسي غير مع بنتي راسي غير معاها كنقول يا ربي السلامه طرا لها شي حاجه ولا تنوض تشعل لي البوطه ولا ما تعرف شنو كاين عقل دري هذا عقل دري ما تعرفش كنحاول اني ما نعسهاش بكري نهار 2 ما كتنعسش بكري حتى قلت تقريبا شي 2 ولا سميتو اش كنعس باش كتصبح لي نعسه حتى كنجي انا كنبقى فايقه معاها باش نخليها نعسه حتى 12 بين ما جيت انا حليت الباب عاد نهزها ونمشي نجيب خوتها نجي نعمر داك البريريت ديالها حتى وهي تارا وبيضات ولا اللي قسم الله شحال هادي ما كليتيش اللحم اخويا اللحم شي حاجه ولات عندي واعره عليا بزاف ما نكذبش عليك شي حاجه اللي كثيره عليا كثيره ما نكذبش عليك البارحه جارتي جابت لي الخبز قالت لي ديري الرفيسه ديك العميه طيبتها وعطت لي الدريه كتبكي قالت لي بابا عطينا اللحم بقيت ما نعطيها كنقول لها صافي بنتي دابا نشريو ولا كنكذب عليها كل نهار كنكذب عليهم قمت اخر من اللحم شي حاجه اللي دوي لي دابا غير على 3 دراهم ديال العدس ولا 2 دراهم ولا 100 درهم ديال الخضره مخلطه ندير فيها غدا وعشاء ولا بحالك ما اللحم شي حاجه اللي واعره عليا ما نكذبش عليك ولا كنمشي نطلب الجزار نجيب من عنده العظومه نبنن بهم داك العديسه وداك الشيء باش الدراري بحالك كيحسوا بديك المذاق وصافي ما اللحم وحاج هاد البنيوتات باقيين صغار ما كيتشهاو ما كيبغيو حتى هما داك الشيء اللي كيبغيو الدراري اش كديري معاهم كيتشهاو كيدوز غير واحد الدري مثلا كنعتذر بزاف لان كنفيق عليك هاد المواجع ولكن هادي حقيقه بغينا الساده المشاهدين والمتتبعين يعرفوا كيفاش كيعيشوا هاد الناس يعرفوا شنو هو الظروف شنو هي الظروف اللي كيمروا فيها داك الشيء اش كنسول الاسئله بناتك باقيين صغار ملي كيشوفوا الدري في الزنقه هذا شاري مصاصه هذا شاري حلوى هذا شاري دانون اش كيقولوا لك انت هوني بعض المرات قسما بالله العلي العظيم الا كنجلس في بلاصتي كندوب كنبقى نبكي حتى كيطيبوا عينيا ما بقاوش كيبغوا يخرجوا الدموع صافي نشفوا بكثره البكا يوميا كنبكي ولكن الحمد لله كنبكي على الله سبحانه وتعالى الحمد لله الدريه الصغيره باقا ما عارفاش الا شافت غير واحد هاز دانون ولا بيما كتقول لي انا بغيت بحال هذا حتى انا بعض المرات والله القسم الا بعض المرات شحال مره كنكون في الحانوت كتبقى تغوت وتبكي حتى كيعطيها مول الحانوت ولا يكون واقف شي واحد ولا الله يجازي بالخير كيقول لي عافاك اختي لا ما خليها تاخذ وانا ما كنتقبلش ديك الوضعيه ولكن الله بغى لي بحالك ملي كان با مره كان كلشي موفر ليهم كانوا تما بحال الوليدات مخنتين واكلين شاربين يعني
بحال الوليدات حتى هو ما يدخل في العشيه مسكين الله يرحمه تيجيب لهم ديك الميكه فيها دانون فيها بيمو فيها. الحمد لله هادشي قدروا عليا الله، ما عندي ما ندير اخويا، هادشي قدروا عليا الله، ما عنديش شي حاجه. بعد هذا الابتلاء ديال الله سبحانه وتعالى، شنو الطلب ديالك من الساده المشاهدين ومن الساده المسؤولين؟ نداء منك لهاد الناس اللي كيتفرجوا فينا وهاد المحسنين كيسمعونا. انا كنطلب من خوتي المحسنين والمسؤولين الله يرحم الوالدين، شوفوا من حالنا، راه حنا ماشي غير كنعيشوا الجوع، راه شي حاجه فوق الجوع اخويا، شي حاجه بعض المرات اللي فوق الجوع ما تتخيلهاش، شي حاجه اللي ما تتصورش في الدماغ ديالك داكشي اللي كنعيشوا، شي حاجه اللي يعني بعض المرات يدوزوا من حدي كنسد الباب باش ما نسمعش داكشي، باش كنقول انايا باش ندير صرج يمكن الناس ما عنديش. انت كتشوف هنايا هاد البلاصه، انت كتشوف القصدير والله العظيم كيدخل ليا الطوبه والفار، سدي تعب الحوايج باش كنقول انايا غير شويه وما راه عندي الباب كتدخل منه داكشي. انا كنطالب من المحسنين خوتي المحسنين، راه انا اختكم، تعاونوا معايا في سبيل الله، كنطالب من المسؤولين يشوفوا من حال الارمله اللي كتكون مسكينه ضعيفه بحالكم حالها، يشوفوا من حالنا، راه حنا كنموتوا عرق بعرق، راه حنا كنموتوا عرق بعرق، راه هاد الوليدات راه مكرفسين، راه مكرفسين بزاف. واش انا غنسمح في ولادي ونخرج نخليهم؟ واش انا كبدتي غتعطيني نهز ولادي ندي بالخيريه؟ راه ما يمكنش، راه نموت وما نهزش ولادي نسمح فيهم، ما نقدرش. انا كنطالب خوتي المحسنين وكنطالب المسؤولين يشوفوا من حالنا، يتعاطفوا معانا ويعاونونا، عاونونا خوتي، عاونونا في سبيل الله، راه صدقه جاريه، راه هادي هي الصدقه، راه هاد اليتامى هو الصدقه، راه هادي هي الصدقه. مني واحد كيبان شبعان، واحد الانسان، واحد اليتيم كيبان جيعان، راه صايب الحال، راه ربي ما قالشوك، ربي ما بغاشوك، ربي راه قال لك عاونو، خلي قسم الله، عاملي قسم الله، واحد غيعطيك خبزه وواحد يعطيك، راه فيها كل الخير. اعزائنا المشاهدين، هذه حاله من الحالات القليله اللي كنعيشوها في بلادنا في مغربنا العميق. مؤخرا عاد تجمعنا كاملين على ريان، الله يرحمه ويولي برحمه الله. عندي هنا ثلاثه ديال الريانات والام والاخت الكبيره. عندنا هنا حالات ريان تخنق في حفره، هادو مخنوقين في بيت في براكه، مخنوقين في وسط خوتهم وحبابهم وجيرانهم، مخنوقين وسط منا. دائما كنقولوا ربي ما كيضيعش اجر المحسنين، ودائما كنقولوا المسؤول اللي مسؤول وكيقوم بالمسؤوليه ديالو ربي كيجازيه من غير داك الخلاص اللي كياخذ، من غير داك الارباح اللي كيربح، كيخلصوا الله العمل ديالو. رحم الله عبدا عملا فاتقناه. عندنا هنا هاد الارمله هادي وانتم دايرين صندوق ديال الارامل، علاش هاد السيده هادي ما تستافدش باسرع وقت؟ علاش هاد السيده هادي لوجه الله لوجه هاد البنيات هادو اللي كيضيعوا؟ راه هنا في كيولي عندنا الفقر خطير. نتمنوا على ان الرساله توصل، ونتمنوا على ان الصوت امال يوصل. الى هنا نقول لكم ان الله لا يضيع اجر المحسنين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.